هي طيب الجميع. كيف كيعرف الجميع مغاربة أن منذ بداية الفضيحة ديال امتحان المحاماة يعني مشينا لجينا لجميع المؤسسات، خرجنا في الإعلام ووضحنا الخروقات اللي دار عبد اللطيف وهبي، اللي دار العصابة اللي معاه، اللي داروا فهمتي في هذه الوزيعة ديال المحاماة اللي تم فيها الخرق فادح للقانون. مشينا للمؤسسات دو سوريا كاملة وكل شيء عباد الله، حتى واحد ما جاوبنا. يعني كل شيء باغي يتستر على هادشي، النيابة العامة شهرين عباد الله وما بغاش تحرك شي هاد دعواه عمومية. صافي قلنا مادام الناس بحالو كيقولوا حكموا علينا بالإعدام سيروا تموتوا، حنا هادشي اللي بغينا نديرو، بغينا نهنيهم منا ونقصوا شوية من الكثافة السكانية، غنديروا إضراب على الطعام قدام وزارة العدل، والو، حيدونا من تما بواحد التدخل همجي وكذا وكذا. ودابا راه نعتقلوا واحد الطالب منا ناصر وحيدوا ليه التليفون وهادشي. صراحة راه إضراب على الطعام راه مستمر روني فيه. علاش حيدوا لي التليفون؟ قال لي علاش كتصور؟ علما ان راه كلشي هما براسهم كيصوروا. فهمتي؟ شوف حنا ماشي في دولة الحق والقانون، المغاربة فيق، المغاربة فيق، راه الدراويش حنا كناكلوا العسل. فا إضراب على الطعام راه غنمشيو فيه حتى الموت، ويتحمل الدولة الدولة المسؤولية ديالو. بأن الإضراب على الطعام عنده واحد الشروط خاصة، شنو هي الشروط اللي تكون وفرتها؟ الشروط هي ما تاكلش، الشروط هي ما تاكلش. فبعد ما تتبعتم معنا جميع الإجراءات سواء التنديدية أمام مقر البرلمان أو أمام مقر وزارة العدل، فجميع الخطوات التنديدية ديالنا اللي كندوا بها في هذه الخروقات اللي شابت الامتحان الأهلية لوزارة مهنة المحاماة كانت كنا كندوا بطريقة دستورية، خول علينا دستور 2011 اللي احنا كان عندنا بمثابة واحد المكسب حقيقي، خضنا أشكال نضالية وفق الدستور وفق القواعد القانونية. السيد وزير العدل مصر على أنه يجري الاختبار الكتابي في هذا الأسبوع، وهاد الطلبة اللي تم ترتيبهم بفعل فاعل ما غاديش يسكتوا، احنا ما غاديش نسكتوا، ما غاديش ندخلوا من الشارع. احنا كندير واحد صعيد انذاري بطريقة سلمية، احنا قرينا الحقوق وكنعرفوا الحقوق. دخلت السلطات العمومية، اعتقلت رفيق ديالنا ناصر ولد عبد الله، راه داو دابا ما عرفناش حنا شنو غادي يوقع به. بالإضافة لهاد الإخوان ديالنا اللي غادي ياخذوا إضراب عن طعام مفتوح، يجب على كل من له يد سواء من قريب أو من بعيد في هذا امتحان المهزلة الامتحان الأهلي لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، يجب على كل من له اليد من قريب أو من بعيد أن يتحمل كامل مسؤوليته تجاه الوطن وتجاه الله. لأنه حنا هاد الإخوان ديالنا اللي غادي ياخذوا إضراب عن طعام مفتوح راه ما عرفناش ما ستؤول به الأوضاع، لا سواء على الصحة ديالهم أو على النفسية ديالهم، وخصوصا أنه إضراب مفتوح عن الطعام إمتى غادي يسالي؟ راه ما بغينا والو، راه كنطالبوا بحق ديالنا اللي هو مشروع. حنا طالبة جززنا الامتحان الأهلي لمزاولة مهنة المحاماة، تم ترتيبنا بفعل فاعل، سجلت هناك خروقات واضحة للعيان، حتى شي واحد ما كانت عنده الجرأة أنه يخرج بشي خطوة. فاليوم نطالب من الجهات المسؤولة التدخل لوقف هذه الخروقات ضد الطلبة المرصبين في امتحان الأهلي لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.